الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد المشفره ورئيس جمعيه ابطال طنجه. الحمد لله حنايا يعني كنت في واحد كنت بوحدي يعني مصطفى غنم رئيس عتبه الشمال كان كيقول موقفني، ولكن انا ما متوصل حتى بشي حاجه بانني انا موقف. انا موقف من العصبه يعني ما مصيفطني حتى حاجه على طريق يعني طريق البوسطة ولا يعني مصيفطني يعني صيفطي استفسار ردت عليه ومصيفط لي واحد الالتزام انني التزم بقوانين العصبه وانني ما يعني ما نهضر ما نتكلم ما نعمل اي حاجه للمشاكل يعني اي مشكل يوقع نتلامد يعني في مباراه او لي خسره ولا يعني لا هضرت يصبح الانخراط ديالي لاغي. ويعني انا يعني قررت انني ما نعمل له شي ديك الالتزام. علاش؟ لان هادشي هذا حنا كنعملوه لخاطرنا وكنخدموا مع الجامعه وكنخدموا هاد الرياضه بلادنا بالخاطر ديالنا وبالاراده ديالنا باش نرفعوا بالرايه ديالنا ونرفعوا يعني 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 نكونوا في مستوى مزيان خاطر ديالنا يعني ماشي بالضغوطات ديالو اننا نعملوا هذيك الالتزامات باش نخدموا. والمشكل ديالي انا هو ان كنمشي الدراري نديهم يشاركوا اولا في شي تظاهره كيجري عليهم ما كيبغيش انهم يدخلوا يشاركوا. هو المشكل عنده معايا انا والدراري يعني كذا كي يعني كيضيع ديك الدراري المشاركات وانهم ما كيحلموا يكونوا ابطال وهذه يعني وثاني حاجه هو انا تلاقيت مع بزاف الاساتذه الجمعيات يعني كاين اللي كيعاني كثار من المشاكل ديالي والحمد لله حنا عملنا واحد اتحاد مع بعضنا وكنحسوا براسنا بان حنايا فحال الخوت يعني وكاين جمعيات اخرين يعني حتى هما محروقين ولكن هو مسيطر عليهم يعني ما عرفتش. المهم حنا بغينا نخدموا بالكانه ديالنا الحمد لله تلقينا كنشطوا يعني دراري حتى هما مزيانين وكنبغيو نمشيو في هذه الرياضه يعني في الاعلى وخصنا تكون يعني حنايا دائما تحت الرايه الجامعه الملكيه المغربيه. والحمد لله انا شخصيا كنلقى الترحاب في الجامعه يعني مع الرئيس معي اي حاجه يعني كنلقى يعني بزاف ديال الامور ما كنتش كنعرفها وعرفتها عنه كيوجهونا الا هاد السيد هذا ما عمري حسيت بانه وجهني واحد الاتجاه مزيان يعني ما انا ما عمري كنت كنحس بان كاين ولا ما فهمتش يعني كل شيء انا كنت كن يعني وهذا الشيء هذا كنطالب بان انا يعني ما نقدرش نخدم معاه لان هني بزاف وما عمره عطاني انني فرصه نهضر معاه فيما كنهضر معاه كيقول لي اسمح لي من بعد نعم اخويا يعني انا المشكل ديالي هو هاد الدراري اللي مخلصين الخيرات ديالهم والباسبورتيس ديالهم ولاسورانس ديالهم من الجامعه من العصبه يعني شني غنقول لهم بان ما كيبغيش يخليهم يخدموا يعني موقف الجمعيه كامله موقفه على المشاركه لا الدراري صغار ولا كبار. علاش؟ حيت انا ما حاملنيش حيت انا ما باغينيش حيت كنهضر معاه في الواقع يعني وحتى المشكل يعني في الجمع العام الاخراني يعني عمل فيدورات يعني كنقول كارد غوريس اربعه ديال كارد غوريس عملوا في باب دار الشباب باش انا ما ندخلش نحضر الجمعه ما نعرف المشكل ديالي. انا بغيت عين ندخل كنقول لهم عين عرف المشكل ديالي كيقولوا لي لا ما تدخلش. علاش؟ واش مش من حقي انا ندخل دار الشباب انني نحضر ونقول لهم شنو المشكل ديالي شنو ما بغاوش يدخلوني؟ استاذ انت عندك مشكل مع رئيس العصبه كيقول بانك ماشي من خارج ولكن انت الجامعه اعطتك مؤخرا شهاده الاعتراف في 16 انا منخرط من 2013 عندي يعني شهاده ضمن خيرات الجامعه يعني انا منخرط يعني تقريبا 3 سنين وانا منخرط وهذا العام هذا يعني انا وهذه الشهاده ديبلوم فيدرالي اللي عطاته لي الجامعه يعني بمجهودات ديالي انا يعني كنشارك في ستاجات يعني وطنيين كنت كنشارك فيهم جهويا من قبل يعني انا اي حاجه اللي كتعيط لي الجامعه ولا كنمشي كنشارك يعني انا كنحاول انني نستافد وما يمكنش انني يعني عطينا الدبلومات وكل شيء هو كيقول لك لا ما تخدمش انت موقف يعني انا هذا هو المشكل كنتساءل بيش انا موقف.
وعلاش انا موقف؟ انا كنخدم بلادي، كنخدم الرياضه، كنخدم يعني كنخدم يعني كتجيني حرقه على هيدا. انا ما كندي والو مور هاد الرياضه، كندير انني يعني نحسوا بالشباب والاطفال يكونوا في واحد المستوى يعني يبعدوا على المخدرات، يكونوا يعني يمشيو يتبعوا القرايه ديالهم، يكون العقل ديالهم. انا هذا هو المشكل ديالي، يعني انا ما كنستافد والو. يعني انا مشيت لواحد الحومه شعبيه عملت فيها لاصال، يعني ما كندخل منها والو. يعني تقريبا بزاف ديال الاطفال يعني ما كيخلصونيش، كنخرج مشاركه كنتبر يعني بزاف ديال ثلاثه اربعه ما كيخلصوش، كنهدم امتحانات اي حاجه راني كنزيد من عندي. كيفاش انه هو يجي عرقل لك هذه المسيره هذه ديالك اللي كتحلم بها؟ كنحلم بقالة يعني في طنجه تكون يعني انا اللي خططت للاولاني اللي جبته، ويقول لك لا انت انت قال له يعني قال لي انت ما تعملاش. علاش؟ حيت انت يعني مؤقت. كيفاش مؤقت؟ جمعيه جمعيه يمكن لها تعمل تظاهره، ويعني وبزاف ديال الامورات ان يعني ما نقدرش نعملهم، ممكن لي شي. يعني انا المشكل ديالي هو انني خصني نخدم، خصني نخدم بلادي، خصني نخدم هذه الرياضه. علاش هو كيعرقلنا؟ يعني وحسيت ان ملي تلاقيت مع هاد الاساتذه حسيت بزاف الاساتذه انهما يعني ضغط عليهم مده قبل مني، يعني بينهم التلامذ ديالو، يعني كانوا التلامذ ديالو اللي مقوز معاه 15 عام، كاين اللي مقوز معاه يعني مده كبيره. يعني الا حكاو لك على المواضيع ديالهم يعني عاد تحس بواحد الحرقه. استاذ انت دابا الى تلقيت الغنم، شنو رسالتك كتوجه له مباشره؟ يعني انا نوصل له رساله وان نقول له الرياضه بعيده عليك، هذه هي اللي غنقول له. الرياضه ماشي ديالو، لان هو المشكل ماشي رياضي، هو في التعليم، هو كيقري، هو في التعليم. يمشي اما يمشي للتعليم يضيع شي ديك الدراري صغار، يمشي للتعليم او اللي يمشي يتجه للرياضه يمشي يتعلم، يعاود يتعلم في الرياضه يعاود. لان اذا كان هو رياضي ويعني وقضيه د المعامله والاخلاق، الرياضه في رياضه اخلاق، ما يمكنش يجري على 25 جمعيه 25 اساتذه يجري عليهم يعني يكرهوه يبعد، يقول لك حنا ما خصناش هاد السيد هذا. ما يمكنش حنا نطالبوا للجامعه الرئيس الجامعه السيد عبد الكريم الهلالي والجامعه ان هاد السيد هذا ما يبقاش معنا، ما يمكنش. إذا كان إنسان خلوق هو يعني ماشي قاضي، ولكن المشكل هو هذا. علاش أنا كنت بوحدي؟ كان كل واحد بوحده، وحنا يتجمعني اللي كتجبر 25 واحد أنه ما باغيش أن ذاك السيد يسيرنا. باقي بزاف الجمعيات يعني مساكن كيخافوا منه وما نعرف، يعني هذا هو المشكل. ولكن حنا في بلد ديمقراطية. شنو الطلب اللي كتطلبوه أنتم حاليا من الجميع؟ أنا اللي كنطلب من الرئيس ديالنا الحبيب السي عبد الكريم الهلالي اللي دائما هو فوق الراس ديالنا والجامعة، حنا ما نقدروش نخرجوا من هذا النطاق ديال الجامعة. وحنا كنلاحظ الدراري كاملين كيبغيو الجامعة وكيبغيو الرئيس ديالو وكيبغيو يمشيو بهذ الرياضة إلى الأمام. حنا كنطلبوا السيد هذا غير يشوفوا له شي حل يبعد منا، أنا بعدك ما غنخدمش معاه. هذا هو الشعار ديالي، أن هني هني بزاف، هني قدام ولادي، انا بنتي هني قدامها وقاتلي وكنرغبوا كنقول له اسمح لي وكذا. هادشي هذا ماشي يعني ما تسمح لي، قال لي والو، كيقول لي نعم اخويا بنتي بقات كتبكي، وقالت لي با واش هذا استاذ المدرسه؟ بابا واش هذا كيقري التلامذ؟ حاشا ويكون كيقري التلامذ المدرسه. انا كنقولها بصراحه، هو عارف فين تلقاني وفين كانت البنت ديالي واقفه معايا، وكان واحد استاذ واقف معاه، كان واحد استاذ تاهو من الرياضه معانا صاحبنا كان واقف معاه تاهو مع اتحاد الجمعيه مع الجمعيات. يعني انا فيما كنمشي كيقول لي نعم اخويا، واش انا كنعطي الخيرات ديالي في الثانوي وكنمشي نعمل مع انشطه وعندي معاه تصاور وكيقول لي نعم اخويا؟ وكنقول له غير جلسوا معايا، غير جلسوا معايا، الا كنت نعمل شي حاجه جلسوا معايا، انتم عصبه يعني يعني اداره جلسوا معايا. ما كيبغيوش يقول لي لا انت كنت مؤقت، الخيرات مؤقت، صافي دابا ما بقاش بشي في حالك صافي. يمكنش انا بعد 3 سنين وانا كنخدم معاهم ومع الاخر وبالشواهد ديالي بالدبلومات ديالي، ويقول لك لا انت كنت مؤقت سير في حالك صافي. يعني كيفاش بشي في حالك؟ ما فهمتش انا بشي في حالك. يعني انا بغيت نتسائل كيفاش انا كنت كنخدم ويقول لي مشي في حالك. انا هذا هو السؤال ديالي، كيفاش انت موقف مشي في حالك ما ترجعش هنا؟ كيفاش؟ شنو نعمل لاصل ديك الاطفال وديك الشباب؟ كيفاش انني غندربهم؟ واش غندربهم يخرجوا للزنقه؟ بالعكس انا كندربهم باش يحلموا انهم يكونوا ابطال، يرفعوا بالرايه ديال الوطن، يمشوا في مسيره يعني ديالهم. ما يمكنش غندربهم انا باش يخرجوا للشارع يتقاتلوا، ما يمكنش. انا كنوجه السؤال ديالي للمستوى غنم، كيفاش انك انت كتقول لي
ماشي في حالك يعني درب الناس يعني غير هيدا وصافي. كيفاش كيفاش غير هيدا؟ يعني بغيت نعرف انا كيفاش، بغيت نعرف انا كنوجه السؤال ديالي للراي الجامعي سي عبد الكريم ديال هادي، يعني كيفاش ان ندربهم بلا ما يكون عندهم الدراري كتحلم بالمستقبل ان يكونوا ابطال، يعني فحال يعني فحال جميع الابطال في العالم، حتى هما بغاو مستقبل فضل الرياضه كيحلموا به ويمكنش يتقتلوا في كلوب. هذه بغيت نعرف انا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.